تراخ في تطبيق إجراءات الوقاية تسبب بخسائر كبيرة إثر حريق في مصفى الجيارة، من بينها خلوه من منظومة مانعات الصواعق وأنابيب التصريف التي تسحب المنتج من الخزان قبل أن تنانه النيران. ترتفع سحب الدخان من هذا الخزان العملاق في مصفى القيارة جنوب الموصل بعد تعرضه لصاقة رعدية تسببت باحتراق 5 ملايين لتر من النفط الخام في هذا الخزان الذي بات عصيا على فرق الدفاع المدني من إخماده، رغم التعزيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتبريد الخزانات الأخرى تحسبا من امتداد الحريق إليها. تم توجيه 13 فرقة من فرق الدفاع المدني من موارد مديرية دفاع مدينة نينوى، إضافة إلى الفرق الساندة لها من شركة نفط الشمال ومصفى القيارة. عد وصول الفرق تبين أنه الخزان اللي يحوي منتوج يبلغ كمية هذا المنتوج 5 ملايين لتر مكعب، تعرض إلى صعق نتيجة الأجواء اللي البارحة كانت موجودة، البرق والأمطار الموجودة أدت إلى انفجار هذا الخزان، و يعني أدت إلى فتحة في غطاء العلوي. مثل ما تشاهد الغطاء العلوي ملقى على الأرض، هذا نتيجة الانفجار. باشرت فرق الدفاع المدني بعمليات الإطفاء والتبريد. التراخي بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة تسببت بخسائر كبيرة لعدم الأخذ بها، وأهمها منظومة مانعات الصواعق وأنابيب التصريف التي انعدمت من هذا الخزان، والتي من وظيفتها سحب المنتج قبل أن تناله النيران. لم يكن الخزان كما ينبغي أن يكون مجهز بمانع الصواعق، لذلك الصاعقة أدت إلى قلع الطوق السطح الخزان. حاولنا عدة محاولات الحقيقة، حاولنا سحب المنتوج وتجويع المنتوج، إلا أنه بسبب عطل المنظومات ويعني تلف الصمامات نتيجة الحادث وعدم وجود منفذ للتسريب لدى المصفى لم نفلح في ذلك. انصبت جهودنا على عمليات تبريد وعلى التبريد المكثف ايضا للخزان. نتوقع يعني الامر يطول نسبيا، قد يستغرق 24 ساعه قادمه. ايضا سوء الاداره والتعامل مع الثروه النفطيه باهمال متعمد او غير متعمد يثير التساؤل عن وجود شبهات فساد مررت مثل هذه المشاريع المهمه، فان نجت ابار نينوى وحقولها النفطيه من تخريب داعش، فانها حتما ستقع بشرك الفساد او الاهمال لتكون ضحيه للظواهر الطبيعية. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.